الكرام، مرحبا بكم في حلقة مجددة من برنامج تقاليد طنجاوية. مستمرين معكم في التساوي، مستمرين معكم في العرس الطنجاوي المعروف بالنخوة والجمال والتفاصيل الجميلة. اليوم غنحكي على يوم الظهور والشدة الطنجاوية. ما تمشي ولاين، بقوا معنا. قبل كان كيبقى 7 ايام، كيبدا الاول كيبدا من العرطه، من تسام كيجي الحمام. نهار الوليد باش غيبدا الفرح هو في الدار، هو نهار الحمام. كانت العروسه كتمشي كتكري الحمام، كتدي العائله وكتدي الجيران ديالها كاملين، يعني اللي قرابين عليها كديهم للحمام. كتجي للدار اللي كيغسلوا هادي، كيجيو للدار اللي كيجيو للدار كيكون يما هاد العروسه عامله لهم العشاء باش كتستقبلهم، الحلوى واتاي. من الحمام كتجي للدار دباباها، كيف كتدخل يعني كتكون هي ديجا دات مع الافيطان ديالها وداكشي الحمام. كيف كتدخل للدار كيسيبوا لها ليزار والصلاه والسلام، وكيلقاوها بالحليب والتمر. ساعه كيعملوا لها الفلد الحنه، كيحنيو لها شي داك النهار كيقولوا لها الحفل. لا غدا عاد كتكون حنه، كيعملوا لها غير شويه ديال الحنه في يدها هنايا. شوف حدا دابا كيعملوا المزهر، كتكون الحنينه معدله، كيعملوا لها غير شويه ديال الحنه. وهذاك النهار ديال الحمام كانت كتكون الذبيحه، ضروري الذبيحه يا كبيره يا صغيره. عندهم ما هذاك النهار ديال الحمام غتكون الذبيحه. لا غدا كيعملوا الحنه، عاد كيعملوا ليله ديال الحنه، اكثريه كيكونوا فيها البنات. ايوا صافي الساعين كانوا كيعملوا لها الحنه، كانوا الحنه كتحني حدا الحضارين، ماشي كتنقشبو حدا بحال دابا. الناس تيتوان كيقولوا نبيته، حنا كنقولوا ليلة د الحنه. الحنه كيف كتجي باش يعملوا لها الحنه، كيعقدوا لها ليزر هو الاولي. ملي كيعملوا عقدوا لها ليزر كتجلس كتحني. لا غدا ان شاء الله كيكون الظهر، الا كالظهر كيبدا من العصر، والا كانت الليله حتى كيصليوا العشاء. وكانت عندنا زينه وحده هي الشده. يا سيدنا هي غنايا الوزان، هاني روحي وراحتي من هذا الشهر السنان. ضروري كانت العروسه كتعملها بالقفطان، ما كانتش كتعملها باللبسه. كتعمل الجوهره من تحت، الزقدون جوهره بالرنده، ومن فوق كتعمل القفطان. حنايا دابا انا في الزمان ديالي لحقت حاج عمر، وزمان ديال الوالده كانت خريبه، وكانت بزاف ديال الاسماء عند القفاطن. كان القفطان وكان كيعملوا الجوهر، ضروري يكون حتى هنا الجوهر فوق منه الشواكي ديال الذهب، والشعر ديال العروسه راه كيجي مطلوق، وراسه كيكون مجدود حتى هو بالتاج، كيعملوا ديك الزهر في غصانو. وكتدخل عند الحضارين ما كتفتحش عينها، كتدخل عينها مجدودين. من نهار ديال الحنه ما كاينش الماكياج ديك النهار، اي ديك النهار كتعمل الماكياج معتيل. اما نهار ديال الحنه ما وجهها مغسول، ما كتعمل لا ماكياج لا والو. والشده باش تسمات الشده كيكونوا العينين ديال العروسه مجدودين وراسها مجدود. والظهر كيجوز كيكونوا حنايا، هنايا في الشمال عندنا غير النساء، كاين شي اختلاط. كيجي الجو كيجيبوا الغنايه نهار الظهر، ضروري الغنايه ونزيدوا. والشده ضروري تخرج بالحرم يا رسول الله عليه الصلاه والسلام. الحرم يا رسول الله، الحرم يا رسول الله، حرم جيت عندك قصد، حرم يا حبيب
رب الله الحرم يا حبيب الله الحرم جيت عنا تقصى سيدي ويا حبيب الله كانت البيض او لابلون كاسي ضروري وكان الافطان ذهبي الافطان ذهبي واللوانات اخرين وضروري والعروسه دائما كيعملوا لها اللون مفتوح كيعملوا لها شي الالوان مغلوقه مثلا بحال غزبيبي بحال ديك الشويبي كان الشربي اللي بتاكل الصم سقلي كاين في السقلي وكاين في النقري وهادو الشراب اللي كانت كتلبس العروسه وصافي هذا ضروري العروسه ما تعمل باباها ما يعمل لها اللباس الشوار ديالها بها كانت كتبرز الزيانه كانت كتجيب غير الجوهر والذهب الجوهر ديال الحور فيه ديك الزمرد ديك الخضر والحمر واللي كيعملوا هنايا هذاك الشعير وكيعملوا العصابه في الراس والتاج والزهر في الصانو وكيعملوا الطيور والمفاتل حتى هما هو هادشي اللي كيكون دابا هادشي هي الشاده فحد قبل فحد دابا غير شي قبل كانت الشاده الزيانات كيعملوا الذهب الزيانه دائما مضمده الذهب كان عندها ما كانش النقره ما كانش كتشل بالذهب النقره والذهب ذهب كانت عندنا ضروري النقافه كتبدا عليك كتبدا معك العرس من العرطه من نهار ديال العرطه كتخرج بعدا تعرط لك جيران كانت كتقسم نيات سويسه كتافه والمشموم ديال الورد وكتمشي كتعرط الجيران وكانت كتكون سيمانه قبل العرس دابا اليوم كيعملوا 15 يوم قبل العرس هادشي دابا ماشي هو دابا الشوار كانت الام ملي كتولد بنيتها وهي كتجمع لها يعني مره تشري لها دبيليج مره سنيسله مره حويلات مره وهي كتجمع دابا هذا في الذهب ضروري غير كانت تبات عاد تمشي بالذهب ضروري يا كانت مسكينه درويشه يا كانت تاجره سبحان الله والنهار اللي غيكونوا غادي يحددوا العرس يعني غتمشي تشري لها اللباس ما غتمشيش يما هاد العروسه بوحدها هي وبنتها تبات ما كتدخل حتى في حاجه كيمشيو العائله انا قلت لك يا تكون عمتها ولا عزيزه هاي الا كانت بقات دار يعني بقى صغيره بقات دار او خالتها كيمشيو كيشوروا وكيدفعوا داكشي للخياط كيتخيط والنهار ديك العرطه كان كيظهر الشوار هنايا هنايا الفحوصيه اللي هنا كانوا كيعملوا 10 من الحاجه باش العروسه كتمشي بالحوايج ديالها ماشي كيف غتمشي غيصبح الراجل يشري لها كتمشي وضروري كانت العروسه ما كانش الكره فحال دابا ضروري العروسه تعمل جوج وثلاثه د اللبسات ملي كتسالي الشده صافي كانت الشده ما كانتش الاميره حتى نقول لك ديك 85 عاد خرجت الاميره حنايا الشده هي اللي كانت كاينه ما كاين لا اميره لا والو الشده كتزين العروسه والعروسه كيطيح عليها السر والله اعلم كان بالبراءه ديالها ما كتعملش الماكياج حتى الماكياج ما كانش فحال دابا كان ماكياج خفيف كان سبحان الله كان الكحول عادي وكان العكر عادي وكان ديك العروسه ملي كيعملوا لها غير ديك شويه ديال الماكياج ربي كيعطيها واحد السر كتبدل سبحان الله العظيم بالصلاه والسلام والزغارات وهذا باش كان يستقبلوها وهي دخلها انا قلت لك بالحرم يا رسول الله عليه الصلاه والسلام لان ديك الحرم يا رسول الله فيها مدح النبي وقال كتدخل بالهمه والشان العروسه يعني حتى واحد ما غينوض لا يشطح ولا يعمل حتى شي حاجه حتى دابا غزاله كتدخل بالهمه والشان ولكن دابا زاد المكياج وزاد اكسسوار ملي خرجت هذه النقره مشي لله وهذا الشيء هذا يعني دابا داكشي تطور
بتيت هذا مغزال العروسه كتخرج شني المكياج زاد يلا هذه انا الشمال معروف يا اما غاني ولا الطقطقه الجبليه يا اما شقاره يا اما عليا المجاهد يا اما من انا الخراز يا اما هذا الغنى اللي كان عندنا حنا قبل هنايا في الشمال ديالنا والاندلسي والحضره طبعا الحضره هي الاولى يا لالا وصلت على النبي كانت انا قلت لك الام هي كتعمل كل شيء العروسه ما كتعرف والو حنا كنا كنقولوا البيت ينهدم والعروسه ما تتكلم يعملوا اللي بغاو العروسه ما تقولش خصني هاديه ولا هادي كتشوف بعينها وتسكت دابا لا دابا العروسه هي كتعمل كل شيء بيدها العروسه بارزه ما كرهتش الا شافت شي حاجه تنوض تعدلها حاولت تنوض هي تعدلها العروسه كانت قبل كتحشم حشمانه ماشا تجوج كانوا كيقولوا لا غيتينا جا الراجل خاطر كتجوج كتبدا تبكي دابا لا كتقول لها بنتي الله الله يرزقك بشي ولد دراس كتقول لك امين خالتي وصل اللي عطا الله هو هذا دابا الزمان تبدل شي قبل ماشي هو دابا العائله هي الاخريه كتعدل وكتزين او مساكن خصهم فرحانين بديك الضياف اللي عارضين خصهم يوجدوا وخصهم امتي خصهم ديك الناس يكونوا فرحانين ويؤدوا داك الشيء في المستوى دابا لا دابا كتجبر خصها هاد العروسه هي الاولى في عاد الكوافير صبحت في ما وصبحت في الدار اللي يقلب هي ما كاينش بل خصها هاد العروسه هي الاخريه كتزين تا كتسالي كلشي وتجمع كلشي مع ماماها وتعدل كلشي دابا لا دابا كاين تريتور هي كتمشي وانا بالنسبه لي قبل كانت العائله كتسلم كانت العائله ماشي كتجي غير تحضر وتمشي فحال الناس كانت العائله كتجي كتعاونك كيطيبوا كيعدلوا ديك الجداد كينقيوهم ديك والضحك والهضره والنشاط ديك الحلوه كتعدل في الدار دابا كتكون العروسه مثلا مرات بنا العجوزه معها مرات بنا عندها العويل الصغيره ولا عندها هذا ولا بقى ملهية كتعدل عند الكوافور ولا بقى ملهية كتسنى الراجل حتى هذه كتمشي هي الاولى كتشبر لها الموطع في الصدر الصدر ديال الصاله ما كانوش يجلسوا فيه الناس كبارين غير العرايس حشومه وعيب المراه كبيره تجلس في الصدر يعني حتى إذا كانت شي مرأة جات ومرأة كبيرة مثلا وجات وجبرت ما جبرتش المطعة وجلست في الصدر إلا دخلت شي وحدة عروسة كتنوض وديها تجلس قبل ما كانوش القاعة مرة هاد القاعة ديال الأفراح ما كانوش نهائيا كانت الحومة ديالك كتكون واحد الدار فيها كبيرة ضروري أي حي كتكون فيه واحد الدار كبيرة هاديك الدار كبيرة ما عمر يكون شي عرس في الحومة وتضوء عليهم ويقولوا لك لا كيعرفوا فلانة عندها العرس غتجي غيعطيوها الدار لله في سبيل الله كانت الجاره الا ما عندوش كتجيب المطربه من عند الجاره وتعملها هيدا ويقرصوا عليها الناس والناس فرحانين دنيا هانيه ماتي ما جبرتش تعمل مخده في الاخرى وتجلس ونشطانين وفرحانين كيقوز ديك الشيء مسرار وكيقوز ديك الشيء غزال وكانوا كيطيبوا في الدار وكيعجنوا في الدار وكيعملوا الحلوى في الدار وكيعملوا الفقاقس في الدار كنتي الا رقبتي على الحومه كتشم الناس ما حبه حلاوه والمزهر من القعد الدرب خارجه من الدار ديال الفرح سبحان الله ديك المزهر اللي كانوا كيعملوا في ديك الفقاقس وفي ديك الخبز وضروري ما تكون فقوسه والغربيه تسمن قبل في العرس
ضروري ما يمكنش ما تعملش الفقوس، حنا ناس الشمال والكعبه والملوزه، هذه الحلوه اللي كان عادك جاد كوكو، وهاد عاد بدات الناس كتبدع في الحلاوي كتمشي للدار ديال الراجل ديالها. قبل كانت كتبقى العروسه 7 ايام وهي فضاء ما تخرجش من البيت ديالها، يعني ما تعمل الشغل، ماشي ما تخرجش من البيت ديالها، تخرج تجلس مع العائله وداك الشيء، ما تعمل الشغل، ما تطيب، ما وما تحزمش حتى نهار 7 ايام. نهار 7 ايام كتجي العائله ديال العروسه والعائله ديال العروس، يعني غير المقربين، وكانت كتلبس عليها اللباس ديالها، كيعملوا واحد الطبق ديال الفاكهه، طبق كبير عامر بالفاكهه، كتدخل في وسط منه، كيجي واحد العويل صغير من العائله كيجيب المضمه، هو كيحزم لها. علاش داك العويل صغير كيحزم لها؟ زعما باش تاهي ربيتيها العيال. علاش كيقول لك الله يفرحك بحزامك؟ هي هادي كيحزم لها داك العويل، كتهز هي داك الفاكهه من الطبق وكدير للعايل، بصح كيقوزو داك الطبق العايل ماشي العيله، لا العويل زعما باش ربيتيها العازري في الاول. ايوا هادي هي العادات ديالنا. يا سيدنا خرجت لله لهنايا. نكون وصلنا لنهاية الحلقة، نتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم والرضا ديالكم. تسنونا في الأسبوع المقبل، ودائما تقاليد طنجاوية.